وللحديث أكثر عن الوضع الصحي في العراق في ظل تزايد تفشي وباء كورونا، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق فراس الموسوي. أهلا بك معنا سيد فراس. أهلا وسهلا، مرحبا عزيز. أهلا بك سيد فراس. يعني قرابة 14,000 إصابة جديدة و66 وفاة في العراق بحسب وزارة الصحة، برأيك هل هذه الأرقام المعلن عنها تمثل الحالة الحقيقية لانتشار الفيروس في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولشاهديك ولضيوف الكرام. بطبيعة الحال الأرقام التي تعلن هي أرقام حسب ما تصل المؤسسات الصحية وتسجل رسميا، ما عدا المرضى المحجورين منزليا. لذلك هناك حجرين رئيسيين في العراق، وحجر منزلي وحجر مؤسساتي في المؤسسات الصحية. فبالتالي أغلب الإعلانات التي تظهر من وزارة الصحة اليومية حسب الرصد الوبائي لوزارة الصحة وتسجيل رسمي للمحجورين صحيا ومسجلين في وزارة الصحة. بالتالي نحن نظن كمؤسسات منظمات مجتمع مدني أو روابط تطوعية هناك أعداد غير مسجلة، فبالتالي الإعلانات التي تظهر والأرقام التي تظهر هي شبه الحقيقية لدى وزارة الصحة على اعتبار المسجل لديهم رسميا، أما الغير مسجل والغير رسمية واللي يراجعون أطباء اختصاص خارج المؤسسات الصحية تكون أعدادهم إما مناوئة لهذا العدد أو أقل بكثير. نعم، إقبال من المواطنين على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا في المقابل لا لقاحات، بماذا تفسر تكرار شكوى الحكومة من عدم التزام المواطنين بالتدابير الصحية أيضا؟ نعم، بطبيعة الحال الإقبال الحادث لمدة 3 أيام هو بصراحة مفاجئ للمؤسسات الصحية، وبطبيعة الحال اللقاحات الموجودة هي غير كافية للأعداد والتي كانت بتزايد خلال يومين أو يوم واحد، وصل العدد إلى ما يقارب أكثر من 70,000 من الملقحين من المواطنين المؤسسات المراجعين للمؤسسات الصحية. فبالتالي إذا ما كان هناك إقبال بعد أشد وأكثر سوف تكون هناك خلل وأزمة بتوزيع اللقاحات، ونشاهد بعض المؤسسات الصحية والمراكز المناسب للتلقيح الموجودة في داخل بغداد تختص بالمواطنين، فبالتالي يضطر المواطن يذهب إلى أطراف بغداد أو المنافذ التي هي خارج نطاق المؤسسات الصحية في قلب بغداد لغرض استحصال هذه اللقاحات. يجب أن يكون هناك تخطيط وعمل استراتيجي إذا ما كان هناك إقبال من قبل المواطنين الكرام للمنافذ التلقيحية، فبالتالي إذا ما أردنا أن يكون هناك أكثر من نصف الشعب العراقي ملقح ومحصن ضد فيروس كورونا يجب أن يكون هناك تخطيط جديد لاستقبال لهؤلاء المواطنين. نعم، هل قامت الحكومة بما عليها من يعني إجراءات إزاء هذا التزايد على يعني إزاء هذا الإقبال من قبل المواطنين على تلقي اللقاح؟ لحد الآن هي المنافذ نفس المنافذ التي تم افتتاحها من قبل المؤسسات الحكومية، لم تكن هناك استحداثات جديدة. أعتقد أخذت بعين الاعتبار حاليا وزارة الصحة باستحداث بعض المنافذ التلقيحية بغية امتصاص الزخم الحاصل، لكن هذا لا يغني ولا يسمن من جوع إذا ما كانت إذا لم تتوفر هناك لقاحات في هذه المنافذ التي سوف يتم افتتاحها عن قريب العاجل. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن تصل اللقاحات بالزمان والمكان المخصص حتى لا تنصدم مرة أخرى بازدحامات واختناقات داخل المنافذ التلقيحية. نعم، يعني المواطنون عملوا ما عليهم، ما الذي يدفع الحكومة إذن إلى إلقاء اللوم عليهم في تزايد أعداد الإصابات، أم أنها يعني تهرب من المسؤولية؟ طبعا هي المسؤولية تكاملية ما بين المواطن والمؤسسات الصحية. اليوم المواطن عليه واجبات وعليه ولديه حقوق، وبالتالي على المؤسسة الصحية وعلى المشرع العراقي أيضا واجبات ولديه حقوق. هناك أمر تكامل ما بين الاثنين، يجب على المواطن أن يكون لديه التزام ولو بشيء بسيط ويسير، وإذا لم يتوفر لديه ولم يستطع بالالتزامات يجب عليه أن يتوجه إلى المنافذ التلقيحية بغية التحصين من هذا الوباء والجائحة التي ضربت العالم. الأنظمة الصحية العالمية هذا الفيروس، فبالتالي تشاهد دول متطورة وأوروبية واصلة إلى مراحل متقدمة من الصيف
كثير علمي الطبي، لكنه للأسف الشديد انهارت أمام هذه الجائحة. فبالتالي المؤسسات الصحية هي تفتقر إلى البنى التحتية ولا العمل الاستراتيجي ولا التخطيط الإداري الضعيف، فهي غير أيضا بصراحة يجب أن يكون التعاون إذا ما أردنا أن ننهض بالواقع الصحي في العراق. ويجب أن يلتفت المؤثر الصحي أو المشرع الصحي أو المسؤول الصحي في العراق على أن يجب أن يفعل القطاعات الصحية الأولية. كل دول العالم وخصوصا الدول الأوروبية المتطورة هي نظرت إلى العمل بالقطاعات الصحية الأولية. العملية الطبية والعملية التمريضية تبدأ من القطاع الصحي، فبالتالي يجب أن يكون هناك التفاتة واقعية وواضحة وعمل بجدية من أجل النهوض بهذه القطاعات. طيب. العمل والرعاية الصحية الأولية هي من الأولويات لدى كل دول العالم المتطورة صحيا. سيد فراس، على الأقل يعني ألا يجب على الحكومة إغلاق الحدود واتخاذ تدابير احترازية من أجل منع انتشار هذا الوباء؟ كما تعلم الحكومة مستمرة بفتح حدود البلاد أمام السياح والزائرين، وهو ما يجعل بطبيعة الحال المتخصصين يحذرون من تفشي أكبر للوباء. يعني السؤال هنا، هل أعدت الحكومة التدابير اللازمة لمواجهة الموجة المحتملة؟ قبل الجواب على سؤال جنابكم أود أن أوضح شيء مهم. قبل أن يكون هناك مساءلة ومراقبة على الداخلين والخارجين من الحدود العراقية، يجب أن ننظر إلى داخل البلد. فهناك كوارث تحصل بسبب عدم التزام وعدم قرارات جدية ومصيرية واتخاذها في نفس البلد. فبالتالي هناك تمسك وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد أن رصدت ورفعت الصحة والسلامة وهي المعنية برفع القرارات والمقررات إلى وزارة التعليم العالي لاتخاذ إجراءات لازمة من إيقاف بعض العمليات مثل الامتحانات الحضورية. لم نشاهد هناك التزامات بصراحة صحية في الجامعات سواء الحكومية أو الأهلية، وهي تفتقر إلى هذه الالتزامات. فبالتالي الخطورة سوف تزيد إذا ما كانت هناك التزامات حقيقية. العمل كان إلكترونيا وهذا معمول بكل دول العالم. فبالتالي إصرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطبيق الامتحانات والدراسة الحضورية في موسم وعاصفة تعصف البلد وهي جائحة كورونا، الأعداد بتزايد يومي وهناك إصابات بطلاب سواء على المستوى الابتدائي أو المستوى الجامعي. بغض النظر عن هذه الأشياء، إذا العمل كان لديه إجراءات الحكومة إجراءات مسيطر عليها من قبل الداخلين والخارجين من العراق، لا أضيف ذلك على اعتبار اليوم يعامل الداخل العراق والخارج من العراق بمسحه مطالب بمسحه او ابراز بطاقه اللقاح. نعم، فراس الموسوي رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق، كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.